يعتبر مصر كلها تنقل مصر كلها طبعا. بشكل كابتن محدش متخيله. ما انا بص اعتقد اهتمام كل واحد فينا بالجزئيه دي لازم يكون حاطط في دماغه ان انتعاش الاقتصاد مش الـ مش الـ شكل الكوره والرياضه. وبعدين عايز اقول لك حاجه فاروق، انت الفرصه مش هتجيلك تاني الصراحه، دي اعرف فرصه. ما انا بقول لك يعني احنا برضه المره اللي فاتت 2010 مش لا مش هتجيلك تاني يعني الفرصه دي يعني انت النهارده كل مره بيجيلك فرص وانت بتضيعها. بقى نوايا لعيبه مدربين مسؤولين بتاع الكوره نيات، خلي بالك يعني في الكوره في نيات مش كويسه. لكن بامانه يمكن انت سالتني سؤال مره في حلقه احنا ليه ما بنوصلش، يمكن احنا كنا شفنا اجيال لكن النيه مش كويسه. دي بامانه انا بقول لك ما تبقاش عايزه نوصل يا كابتن. وعايز اقول لك حاجه، في ناس دلوقتي مش عايزه نوصل، وفي ناس مش عايزه يا راجل. ده في ناس انا بتفرج عليها وكان لعيبه كبار. انا مش عايز الكلام، مش عايز تاخد بطوله الاهلي، ياخد بطوله افريقيا وبتتمنى ان الاهلي ما ياخدش بطوله. لكن ربنا كبير يعني. انا بكلمك بامانه انا عشان ربنا يعني في ناس جماهير النادي الاهلي عريضه وناس كويسه، والباشمهندس محمود طاهر بيشتغل بشكل كويس، مجلس محترم قايم بدوره بشكل كبير جدا، الجهاز الفني عنده اخلاص، اللعيبه فعلا من احسن اللعيبه اللي موجوده. فيمكن في ناس كتير جدا زي ما بقول لك افرق، في ناس فعلا من جواها بتطلع على الشاشه بتتلون. يعني صحيح. انا بقول لك يعني، لكن انا بتمنى ان احنا نوصل كاس عالم زي ما حضرتك بتقول كده. النهارده ان انت بيبقى في قناه ان انت بتتكلم على مصر، ما دي ما بننسى يعني، بتنسى اهلي وبتنسى زمالك وبتتكلم على مباراه منتخب مصر. فاحنا ان شاء الله بتمنى ان احنا نوصل كاس عالم لانها تنقلنا بشكل كبير جدا. ويعني النهارده يمكن عايز اقول لك على حاجه كمان، ان انا لما بتفرج على الدوري الانجليزي ببقى عندي فخر، بتفرج على محمد صلاح ورمضان صبحي واحمد حجازي والنني. النهارده لما اشوف ان صلاح بيلعب انا عايز اقول حاجه، انا ببقى مبسوط. فلما تلعب كمان في كاس العالم ومعاك لعيبه، في لعيبه كتير جدا هتتنقل نقله تانية ان شاء الله باذن الله. والله كابتن يعني اتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا، يعني يمكن خلال